ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات لاصحاب برج الجدي، التوقعات الكامله لشهر يوليو لعام 2019. مبدئيا عندكم شهر هيكون حلو وفي حاجات شويه صعبه او مشاكل هتعدي، يعني عامه المشاكل هتعدي، لكن في حاجات كتير حلوه. خلينا نقول بالحاجات الحلوه او اللي هيبقى فيها تفاؤل. ايه هي؟ اول حاجة ان هتسمعوا اخبار هتبقى فيها رد لحقكم، او رد شوية هتحسوا كده ان ربنا جاب لكم حقكم لحد عندكم. هتسمعوا اخبار سارة او اخبار هتفرحكم ان حقكم رجع لكم، ان انتوا هتنتصروا في الاخر، ان حاجة ممكن شوية انتوا وصلتوا لمرحلة الاحباط وحاولتوا ان انتوا تتناسوها، لكن هترجع تاني بانتصار، او هترجعوا تسمعوا عن الموضوع تاني في انتصار، ان انتوا انتصرتوا على ده، او ان حقكم رجع لكم. ده هيبقى بالنسبة لكم شيء مفرح جدا، لان انتوا حسيتوا ان كرامتكم اتردد، او ده بالنسبة لكم انتصار في اي شيء بقى عامة، سواء كان عمليا عاطفيا حياتيا اي شيء، لكن هو موضوع هترجعوا تسمعوه تاني بشيء هيخليكم انتوا رد كرامة او رد حق او انتصار. كمان عندكم اللي داخل مشكلة قانونية او مشكلة خلاف على ورث، فهينتصروا برضو ويوصلوا لحقهم او ياخدوا ورثهم كامل، او هيكسبوا القضية لو هي كانت مشكلة قانونية في محكمة. فعندكم حاجات حلوة، بشرات كتير حلوة. كمان عندكم في بتدوروا او شاغل بالكم بقالكم فتره ان انتوا تنقلوا مكان سكن جديد، او في ناس هتتجوز فبتدور على مكان او منزل جديد او شراء منزل جديد. عندكم هتلاقوا فرصه ان انتوا تقدروا تغيروا المكان بتاعكم او المنزل، تشتروا منزل هيكون ليكم او بالنسبه لكم مناسب جدا، او مفاجاه حلوه. عندكم هتسمعوا اخبار جديده ان في بيبي جديد، او ان في فرح لحد هيكون قريب منكم، وده هيبقى حاجه انتوا فرحانين بيها او هتسعدكم جدا، ان انتوا هتسمعوا خبر حلو عن اقرب الناس ليكم، فده هيكون حاجه بالنسبه لكم مبهجه جدا. تعالوا نتكلم بقى عمليا وماديا وعاطفيا. ايه؟ تعالوا في البدايه عمليا بالنسبه للعمل لاصحاب برج الجدي. عندكم العمل عادي جدا بالنسبه للناس اللي شغاله في وظيفه او ليها مشروع خاص، هو الدنيا ماشيه عادي تمام، لكن خلي بالكم ان في ناس بتدور وراكم عشان عايزه توقعكم في مشاكل، عايزه تخسركم شغلكم ده، شايفين ان انتوا معاكم حاجه مش حقكم، او ان ده حقهم هم، او ان انتوا ازاي توصلوا ان انتوا تكونوا في المكانه دي، او ان انتوا تشتغلوا اساسا. فعندكم حقد على الوظيفه بتاعتكم، ناس عايزاكم تسيبوا وظيفتكم عشان المكان يتفرغ ليهم هم، او هم مش حابين قعدتكم معاهم في العمل. مش كلهم يعني، بس الاكتر اللي بارزين ان هم حاقدين عليكم، عايزين يوقعوكم في مشاكل، ياخدوا منكم معلومات عشان يسربوها، او يلعبوا في اوراق تخص الشغل او العمل عندكم عشان يؤذوكم في عملكم، تخسروا وظيفتكم. والاكتر كمان ان الناس اللي عندها مشروع خاص بيها، فالعين عليهم اكتر، الحقد اكتر، ان هم ازاي تملكوا مشروع خاص، عايزين تكبروه ازاي، فده حقد، ان هم مش عايزينكم توصلوا لاهدافكم او توصلوا لحاجه انتم تكبروا فيها بمعنى اصح. فده بالنسبه لهم عقده، يعني دول ناس مرضى بالحقد، او يعني مستكبرين ده عليكم عامه، او مستكترين ده عليكم. تعالوا نتكلم بقى ماديا لاصحاب برج الجدي. عندهم مشاكل يعني زي ما قلنا في العمل، لكن ما بتتأثرش، او شغلهم مش هيتأثر، وبالتالي المادي يعني الراتب بتاعهم هيكون عادي، وماديا من ناحية الوظيفة او العمل بتاعهم هيكون عادي، لكن هم عندهم في فلوس هتجيلهم عن ورث هيجي، او هبة يعني حاجة مساعدات من الاهل او ايا كان، فعندهم في فلوس هتيجي كمان خارجية تخص الورث او هبة من الاهل. كمان ده من ناحية المادية. تعالوا نتكلم شوية على امور حياتية لاصحاب برج الجدي في فترة شهر يوليو. عندكم الفترة دي في وجود اصدقاء ليكم زمان هيرجعوا ليكم، هتبقوا مقربين ليهم كتير، حاولوا ان انتوا تقربوا منهم اكتر، ان هم دول اللي بالنسبة لكم هيكونوا سند في مشاكل كتيرة ممكن تقابلكم، وهم اللي هيطلعوكم منها، هم اللي هيكونوا ليكم النصيحة، اللي هيوجهوا لكم النصيحة الكويسة، اسمعوا نصيحتهم كويس جدا، خدوا كمان بخبرتهم اللي مروا بخبرات قبل كده، فاسمعوا منهم، ده دول هيفيدوكم كتير جدا جدا.
كمان عندكم ان انتوا هتحسوا ان انتوا بقى عندكم يعني عينكم بتستطلع عليكم او بتشوفوا حالكم عامل ازاي، هتبداوا ان انتوا تقدروا تصلحوا من نفسكم بمساعدة نفسكم. يعني من الاخر هتحسوا ان انتوا منقسمين لاتنين وهتبقوا بتنصحوا نفسكم انتوا تعملوا ايه في موقف زي ده، زي مثلا الموقف الاصدقاء اللي هم حاقدين عليكم او بيحاولوا يستفزوكم باي طريقة. دول انتوا هتلاقوا معاهم الحل مع نفسكم، لو قعدتوا مع نفسكم شوية هتطلعوا حلول كتير، هتطلعوا ازاي تقدروا توصلوا لاهدافكم سواء كانت اهدافكم العملية او العاطفية او الامور الحياتية. فاقعدوا مع نفسكم فترة، لو انتوا بس خصصتوا ساعة في اليوم هتقدروا في خلال فترة 3 4 ايام توصلوا لحلول كتير جدا، هتوصلوا لاجندة كده او حاجة مترقمة تعرفوا انتوا ممكن تعملوا ايه في حياتكم، ايه اللي هيفيدكم بالترتيب يكون 1 2 3، وده هيفيدكم كتير جدا جدا. انتوا محتاجين ده الفترة اللي جاية، ليه؟ لان انتوا عندكم في شهر يوليو في توترات في اموركم الحياتية سواء كان عملية عاطفيا ماديا، امور حياتية تخص اصدقائكم، امور عائلية لان عندكم مشاكل في العيلة. لكن تعالوا نتكلم في الاول في التوترات، فعندكم توتر والتوتر ده بيوصلكم ان انتوا تتنرفزوا ويكون عندكم عصبية وخلقكم ضيق جدا على الناس اللي حواليكم كلهم، فده هيأثر عليكم. علاجه اللي انا قلته ان انتوا تقعدوا مع نفسكم ساعة في اليوم تنظفوا دماغكم تماما او تظبطوا دماغكم بالترتيب، عايزين تعملوا ايه، توصلوا لاهدافكم ايه، ايه اللي يصلح دلوقتي وايه اللي ممكن نأجله، ده انتوا محتاجينه جدا جدا ان انتوا تعملوا حاجة زي كده. اقعدوا مع نفسكم رتبوا دماغكم، رتبوا الحاجات الافكار اللي انتوا عايزين تعملوها ايه، رتبوا اهدافكم احلامكم، ازاي تقدروا تسيطروا على نفسكم من النرفزة العصبية، ازاي تقدروا تواجهوا الناس اللي هي بتحاول تستفزكم وهتقدروا تواجهوهم. يعني اصحاب برج الجدي لما بيقعدوا مع نفسهم يبقى في نوع من انواع الاسترخاء، يحضروا نفسهم ازاي يواجهوا، بيواجهوا بعنف شديد جدا، وفي نفس الوقت ما يقدروش ان هم ما نقدرش نقول عليهم ان هم ممكن المواجهه دي تخسرهم، لا، بيبقوا دارسين المواجهه بتبقى عامله ازاي. تعالوا نتكلم على العاطفه الشريك والحب والعاطفه من ناحيه الاهل كمان، بس نبدا من عاطفه الاهل شويه، لان برج الجدي عنده مشاكل مع الاهل او شويه تقلبات مع الاهل، سواء كان اب ام اخوات، في مشاكل بتجمعهم، ان برج الجدي مش عارف ان هو يتفق معاهم، يتفق مع دماغهم، هو حاسس ان هو شويه منبوذ او منتقد من الناس اللي حواليه كلهم، فمش عارف يعمل ايه. حاول على قد ما تقدر يا برج الجدي سواء رجل او امراه ان انتم تبقوا عندكم شويه ان انتم تبقوا استوعاب وتتكلموا مع اهلكم، تقعدوا معاهم وقت اكبر، ده هيعالج كتير جدا من الانتقاد اللي حواليكم او احساسكم ان انتم منتقدين او منبوذين في وسط العيله. تعالوا نتكلم على العاطفه من ناحيه الحب والشريك. عندكم من ناحيه الناس اللي هم مرتبطين ومتجوزين في شويه توترات او خلافات خاصه بالبيت والاسره، وازاي نكون نفسنا، ازاي احنا هنكون بعد، يعني خلافات تخص مستقبلهم او تخص بيتهم، ودي هتبقى عامله معاهم شويه مشاكل، لكن هي هتكون مؤقته وهيحصل بعد كده تفاهم وانسجام ما بينهم وما بين بعض. يعني هيبقى في خلافات لكن هتتحل ان شاء الله، بس خلي بالكم من دخول طرف ثالث في الموضوع، دخول طرف ثالث من اهلكم من اهله، دي ممكن تقلب تبقى جريمه او ممكن توصل لحاجه احنا مش هنبقى راضيين عنها بعد كده. بالنسبه للناس اللي لسه ما ارتبطوش او بيدوروا على الحب، الحب موجود وقريب منهم جدا، لكن هم يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم كلامهم ما يكونش دبش او ان هم يكونوا بيسدوا الطريق او ان هم بيقفلوا في الكلام وهم مش عارفين اساسا الكلام اللي جاي من وراء ايه. الحب جاي لهم عن طريق صديق قديم او صديقه قديمه كان عدى عليهم وقت، انا قلت في البدايه ان هم عندهم اصحابهم بتوع زمان هيرجعوا لهم تاني، الحب موجود في الناس بتوع زمان دول، فحاولوا ان انتوا تتقربوا لاصدقائكم، لو لقيتوا الفرصه جايه لكم ان انتوا تقربوا قربوا، الحب موجود في حد منهم هيكون حاجه بالنسبه لكم سعيده جدا، هتكونوا مبسوطين بيها كتير. كمان وده الاهم، لقينا حب، لقينا شخص،
مميز، راضيين عنه، راضي عنا، تمام، الدنيا حلوه جدا، مفيش اي مشاكل، الموضوع هيستمر ماشي بطريقه رسميه قويه، ما نحكيش لحد بقى، يعني حد قريب بقى، العيله، الاقارب، نبعد تماما ان احنا نحكي ونطلع الحاجات الكويسه اللي ممكن تكون بتحصل لنا للقرايب، لان اعدائكم موجودين في القرايب. فخلي بالكم كويس جدا ان انتم يكون عندكم معلومات ايجابيه هم يعرفوها، لان هم عين عليكم مش حلوه. ده من الناحيه العاطفيه عامه لاصحاب برج الجدي. تعالوا نتكلم بقى على الوضع الصحي لاصحاب برج الجدي. بالنسبه للناس اللي كانوا عاملين عمليات او كانوا بيتعالجوا من وضع او مرض معين او ايا كان، وقطعوا العلاج وشافوا نفسهم اتحسنوا وخلاص ما بقوش يكملوا او يتابعوا، فده غلط جدا. حاولوا ان انتوا تتابعوا وتطمنوا، تعملوا فحوصات او تحاليل ايا كان، وتكملوا علاجكم لحد الاخر، ان انتوا تكونوا خلاص خدتوا كورس العلاج، ان هو خلاص ده يبقى صفحه واتقفلت. كمان اشربوا ميه كتير جدا جدا، لان هي هتكون افضل لكم كتير، لان اصحاب برج الجدي عندهم بيتاثروا في الحر والصيف، وده هيبقى بالنسبه لكم متعب جدا، هيسبب لكم اختناق، هيسبب لكم وجع في المفاصل. انتوا عندكم لما بتتخنقوا بتحسوا بوجع في المفاصل، وبتبقوا زهقانين جدا جدا، عايزين تعملوا اي حاجه، وده بيبقى بالنسبه لكم شيء بيعصب جدا. شرب الميه الكتير، ابعدوا عن الحر اللي هو الصعب ده، حاولوا ان انتوا تتجنبوه، يعني مش هنقدر ان احنا نبعد عنه تماما بسبب شغلنا حياتنا، لكن نتجنب شويه على قدر المستطاع، لان ده هيبقى مفيد جدا لينا. عامه اصحاب برج الجدي دي كانت توقعات لشهر يوليو. طبعا انا بتمنى ان انا اكون فدتكم، وبعتذر جدا لو طولت عليكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه تفعيل الجرس. سلام.